باتريسيا ميلاد إسحاق هي الأفضل تمثيلا لبلدية ويتلسي عن منطقتي إبينغ وولب. إن المهندسة باتريسيا إسحاق والمرشحة لانتخاب بلدية ويتلسي تمتلك الرؤية والبصيرة والطموح، ولديها القدرة الكافية على إحداث التغيير الإيجابي والمطلوب في مجتمعنا الأسترالي، فهي قادرة على التواصل مع كافة الشرائح والقواعد الشعبية، وتتسم بالمعرفة والقدرة على اقتراح الحلول، فهي ذات خبرة قوية في القانون والتعليم والتقنيات الحديثة وفي علوم الصحة أيضا، وهي صاحبة برنامج انتخابي غني بالأفكار، لذلك فهي تستحق المرتبة الأولى في لائحة الاقتراع. نرجو من جميع المواطنين المهتمين بارتقاء بلدية ويتلسي والذين لهم الحق في التصويت في منطقتي إبينغ وولب أن يصوتوا لصالح المرشحة باتريسيا إسحاق، وذلك نهار الاثنين الواقع في 7 أكتوبر لهذا العام، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.